دعت 64 منظمة نسوية سودانية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فرض عقوبات على قادة الحرب السودان وإحالة جرائمهم إلى محكمة الجنايات الدولية. المجموعات النسوية طالبت بتدخل قوات أممية لحماية المدنيين وفرض حظر الطيران لطيران الجيش واستخدامه للبراميل المتفجرة، كما نادت أيضا بالوقف الفوري لتسليح المواطنين وتجيش السودانيين وكذلك منع تمدد الحرب وإيقاف تمدد قوة الدعم وإخراجها من المدن، كما دعت المذكرة إلى حل قوات البراء وكتائب الظل التي تساند قوات الجيش واستلام أسلحتها. وناشدت المذكرة بفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والإسراع في إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.